سير سامح ناصر سير سامح ناصر سوا حاج حاج مروخ التلفزي قدام الكاميرا في دوا وكذلك الهيئة القضائية اللي حقت الحق وكان أنه أنجزت مهمة التحقيق بأسرع وقت، واليوم أخذ الحق نصابه والحمد لله تم الإفراج عنه. نقدم شكرنا وامتناننا لكل أهلنا وناسنا في الفرات الأوسط والجنوب وكذلك الشمالية، وشكر خاص لأهلنا وناسنا في المناطق الغربية اللي كان لهم وقفة مساندة لمظلومية وكل الهجمات اللي تكون على الحشد وقيادات الحشد من أهلنا في الأنبار. أعتقد أن اليوم هذا الانتصار هو يضاف إلى سجل الانتصارات للحشد الشعبي وضد الاستهدافات الداخلية والخارجية لأبناء الحشد الشعبي. أعتقد أن كان هناك مشروعا يهدف إلى زعزعة الأمن وزعزعة الاستقرار وإيجاد اقتتال داخلي.